بالنسبة للعقيقة هل هي على الوجوب؟ اختلف العلماء في ذلك. قول الجمهور أنها ليست على الوجوب، العقيقة ليست على الوجوب. وقول الإمام أحمد وبعض أهل العراق أنها على الوجوب. وقال الإمام أحمد إن أقوى حديث موجود في الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، للغلام شاتان وللجارية شاة. وسئل الإمام أحمد عن الرجل لا يستطيع العقيقة عن ولده قال: يستدين أو يقترض وأرجو أن يؤدي الله تعالى عنه. وأن تكلمت في غير مقام إن ينبغي للإخوة يكون بينها نوع من التكافل في مثل هذه المناسبات، أخ يتزوج، أخ مريض، أخ عمل عقيقة، إن الإخوة والناس المسلمين اللي يروحوا له دول يتكاتفوا معه ويعطوه جزءا من أموالهم. حتى الكلام ده فتح مسألة إن هل الحاجة اللي احنا هنعطيها لصاحب المناسبة دي من باب القرض وباب الهدية، قلت لكم تفصيل. وكان هناك بعض المناوشات الطريفة العلمية، فلابد يكون في هناك نوع من هذا الفهم الراقي الاجتماعي حتى نستطيع مواصلة كثير من الخيرات.